الأمة فاشلة فشلا ذريعا في قراءة التاريخ. ويا ولدي بئس العاقبة لمن يفشل في قراءة التاريخ. من أين يأتينا الفرح؟ لقد أكلنا بعضنا بعضا، فهل تعذرنا الأسماك والجراد؟ حتى ثياب الله في بلادنا تباع بالمزاد. من أين يأتينا الفرح؟ ما طار طير عندنا إلا انذبح، ولا نبي جاءنا إلا بأيدينا انذبح، ولا أتانا مصلح أو مبدع أو كاتب أو شاعر إلا على وسادة الشعر انذبح. يرتعب الحكام في العالم الثالث من صوت العصافير ومن ضوء الأزاهير ومن زرقة الحمام، ويدخلون البحر للسجن إذا أسرف في الكلام. صعب على الحكام في عالمنا الثالث أن يصالحوا الفكر وأن يصادقوا الأقلام. هل يستطيع الذئب أن يصادق الأغنام؟ في زمن الطفولة قرأت آلاف الأقاصيص عن النخوة والنجدة والعزة والإباء والفداء والسخاء والشجاعة. ثم اكتشفت عندما دخلت في الكهولة بأن نصف ما قرأته في حصة التاريخ ما كان سوى إشاعة. بالله عليكم، من قتل مدرس التاريخ الله غالب.